بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية ذكرنا أن القرآن الكريم وصف الأمة الإسلامية بأوصاف يفهم منها أن لهذه الأمة دورا خاصا حيال الأمم الأخرى المتزامله معها في الحياه على هذه الارض وان وصف الهدايه والوسطيه ياتيان في مقدمه هذه الاوصاف كما بينا ان هذين الوصفين وما سيتلوهما من اوصاف اخرى كلها لا تتجه الى افراد الامه بحيث يصدق الوصف على كل فرد من افرادها ويصبح كل مسلم موصوفا بالهداية وبالعدالة فهذا المعنى غير مقصود وهو مناف للواقع ولطبائع الأشياء وحقائق الأمور فالواقع المشاهد يحكم بأن بعض المسلمين في كل زمان ومكان ليسوا مهديين ولا يتصفون بصفة العدل لا من قريب ولا من بعيد وان المقصود بهذه الاوصاف هو مجموع هذه الامه واكرر مع الاعتذار عن التكرير هو مجموع هذه الامه ومفهومها الغالب عليها والمميز لها عن غيرها دون ملاحظه افرادها ومصادقها كما بينا انها وصفت بوصف ثالث هو شهادتها على الامم الاخرى لانها استوفت شروط الشهاده وابرزها العداله والعلم بحال المشهود عليه ونقول اليوم ان معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا انكم ستشهدون يوم القيامه على الناس باعمالهم التي انحرفوا بها عن نهج الصراط المستقيم ونلفت الانظار في هذا المقام الى ان صفه الشهاده والاشهاد يوم القيامه ليست خاصه بالمسلمين وحدهم بل هي عامه تشملهم وتشمل اخرين من غيرهم حتى من اعضاء الانسان التي تشهد على صاحبها بما قدم من اعمال في حياته الدنيا وهذا ما تعطيه ايات القران الكريم مثل وجيء بالنبيين والشهداء فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ويوم نبعث من كل امه شهيدا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ولعل الفرق بين شهاده الامه الاسلاميه وشهاده غيرها هو أن شهادة الأمة عامة تشمل جميع الأمم وهو مصداق قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس وذلك في مقابل بعث شهيد واحد ليشهد على أمة بعينها وهذه ميزة لا يمكن تجاهلها أو التهوين من قدرها أما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته فهي شهادته عليها باعمالها يوم القيامه ولذلك نظير في قوله تعالى حكايه عن رسول الله عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ثم تتبقى خاصه اخيره لهذه الامه هي انها خير امه اخرجت للناس بسبب ما تدعو اليه من الفضائل والاخلاق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تتحلى به من الايمان بالله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون ومما تجب ملاحظته في هذه الايه الكريمه امران الاول ان وصف هذه الامه بانها خير الامم هو تكريم الهي لا حدود لشرفه وعزته ومنعته وهو منزله عليا يجب على الامه ان تعض عليها بنواجذها قدر ما تستطيع في كل زمان ومكان وان تعي جيدا ان الايه الكريمه واضحه وضوح الشمس في ان خيريه هذه الامه على غيرها مشروطه بالتزامها بممارسه الامر بالمعروف وتطبيقه والنهي عن المنكر واجتنابه والايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر مما يعني ان الوصف بالخيريه هو نتيجه مهمه معينه وثمره دور محدد وليس هو مكرمه قوميه ولا عنصريه ولا عرقيه وكيف والاديان الالهيه والرسالات السماويه كلها مطبقه على ان الناس سواسيه كاسنان المشط وان الشعوب لا تتفاضل فيما بينها الا بمعيار واحد وحيد هو عمل الخير لصالح الانسان والانسانيه ثم هم بعد ذلك متساوون في المنزله والقدر يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى وهذا هو فرق ما بين تكريم الامه الاسلاميه وبين دعاوى التكريم الاخرى لبعض من الامم او الشعوب التي لا تزال تؤمن بان الله اختارها من بين سائر الشعوب لا من اجل نفع الانسانيه وخيرها ولا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن من اجل عنصر هذا الشعب وفصيله دمه وانتقاء الله اياه من بين سائر الشعوب الى اخر هذه الاوهام التي اصابت اصحابها بفقدان حاسه الشعور بالاخرين والشلل التام عن القيام بما يجب عليهم من المسؤوليه الخلقيه واملاءات الواجب ونداءات الضمير وشجعها على التمادي في الظلم والطغيان واغراها بالعدوان على الاخر باسم الدين والرسالات الالهيه الامر الثاني هو ان الايه الكريمه صريحه وقاطعه في ان خيريه امه المسلمين على باقي الامم مشروطه بما تقدم من بذل الطاقه للدفاع عن الخير والتصدي للشر فيما بين ابنائها ورعاياها اولا ثم حيثما كانت واينما وجدت وانها ان تخلت عن هذا الدور العالمي فانها لا محاله ستسقط كما سقط ويسقط غيرها من الامم والدول والشعوب التي تتنكر لوعد الله وتلقي به وراء ظهورها هذا وانما نلمسه اليوم من ضعف هنا أو تهاون هناك حيال دعوات الإلحاد والانحراف عن صراط الله المستقيم والتي يهب سمومها على المسلمين من وراء البحار من غرب ومن شرق لهو جرس إنذار لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته